شنا واحد الظاهره يوم الاربعاء مع التاسعه ليلا، فاش تعشينا انا والدراري الاصدقاء ديالي العياش عبد الرحمن المجيد، الدراري بزاف كاينين والضو، فاش تعشينا وخرجنا مع ديك التسعود تسعود ونص، جا ضرب واحد النيزك جا من المنطقه لا قلت تارودان، لان مليح في الصفحه ديال سبت القردان بانهم شافوه، فجا داز من تارودان داز عبر الحجاج على شي دواور، جا حنا قراب التيدسي واحد المنطقه يقول لها التيدسي، المهم جماعه التيدسي حتى هي جماعه المهدي، طاح تما واحد شنا شهاب ما عرفناه واش نيزاك ولا شي يكون، المهم جات واحد العافيه فاش طاحت طاحت بينات شي اسيرات كاع حدانا تما بان الضو مزيان. المهم ملي شنا هذيك الظاهره حنا ما تليناش عرفنا، شي كيقول القمره طاحت، شي كيقول النجوم، شي كيقول، المهم حنا راه كنقلبوا الان راه بنديروا واحد البحث، والحاجه اللي لقيناها راه كنجيبوها المختبر ديال بنو زهر المتحف الجامعي عند السي عبد الرحمن ابيهي. شهاب ناري ما شافوش الناس كامل، لان الناس داخلين للديور فهمت، كيتعشاو وداك الشيء، كاين اللي تعشى كاين اللي ما يخرج على حسب السمره. حنا كنا عند واحد كيقول لي حد الرئيس كنسهروا عنده تما، يقول لي الهيران مع عبد المجيد، فتما هذاك عبد الرحمن والدراري شنا واحد الشاب طاح بحال العافيه، طاح جا من السماء تقول انت شي قمره جايه نازله، وطاحت وضربت على شي لاصيرات تما ديال الحاج عمر تيزمرت، فبانوا دوك لاصيرات وما عرفناش البلاصه بالضبط فين طاح. المهم حنا راه كنقلبوا، واللي لقى شي حاجه الله يجازيكم بخير، راه كاين المختبر بنو زهر في اكادير راه كيعير داك الشيء وغادي يعطوا توضيحات للناس، وهذا الشيء اللي كاينو. الوغ اليوم عندنا واحد القضيه مهمه، هو نهار الاربعاء 13 ديسمبر واحد الكرة نارية كبيرة انفجرت في منطقة تمانار وخلعت الناس تقريبا مع شي 10:30 ديال الليل، كرة نارية كبيرة وانفجرت وانقسمت إلى أربعة، لحد الآن أربعة الأجزاء، طاحت في تمانار، الناس ديال تمانار شافوها، الناس ديال إيدا وكزو، ديال تيزليت قريبة شوية التارودانت، والمنطقه الرابعه مشات ليا دابا، ممكن اربعه المناطق كيتصلوا بينا. دونك من 11 ديال الليل نهار الاربعاء بداو الاتصالات، الناس يقولوا لنا راه شنا هذه الكره الناريه راه انفجرت حدانا، وكاينين اربعه الاصطدامات، دونك الكره الناريه وحده انفجار واحد، ولكن اربعه الاصطدامات كاينين. لحد الان ما لقينا والو، صيفطنا الطلبه ديالنا وصيفطناهم عند استاذ علي المغاري، حتى هو باحث على النيازك كاين في البلاصه كيقلب دابا يومين هما تيقلبوا تما. تيجيو عندنا الناس بزاف، الغد ليه بداو الناس كيجيو، اللي لقى شي حجره كحله ولا اكثريه كيجيبوا لي سكوري داك الحجر الكحل المحروق، ولا كيجيبوا شاربون هذاك الفخر الحجري كيجيبوا، جاو ناس كثار لمدينه الابتكار، لان كنستقبلوا في مدينه الابتكار نهار الثلاث ونهار السبت الصباح الناس ديال اللي لقاو نيازك، ولاو كيجيو كيعيطوا لنا وكنجيو لان القضيه مهمه. غير هو كاين واحد المشكل، علاش درنا حنا هاد الانترفونسيون، هي هاد الاشاعات اللي دارت بهاد سوق نيزك. انا متاكد تنقول بان غادي يكون نيزك، لان داك الوصف اللي عطاونا واللون ديال الكره الناريه وداك الشيء غيكون نيزك، غير هو دخل واحد الفيديو على الخط، فيديو ديال واحد تيقولوا هو كان جاني في 8 ديسمبر، جاني كمختص ديال علم البراكين، قالوا لي راه بانه هذا بركان طاح في النواحي ديال خنيفره، وبليتو طاح بركان في النواحي ديال خنيفره، فاش شفتو ما لقينا ماشي بركان غير بالفيديو، عرفنا بان هذاك الفينومين كنعرفوه فاش يكون الغاز بي جي كيكون داك الغاز محبوس تحت الارض، فاش كيلقى شي بلاصه فين يخرج كيشعل اما البراق ولا شي جاجه مع الشمس ولا شي حاجه كتشعل ديك العافيه وتبقى داك الغاز كيجمع. دونك ماشي بركان، لان بركان كيدير واحد السيزم واحد الزنزال ديالو عنده مؤشرات، فاش عاودوا لي طلبوا مني باش نمشيو تما ما مشيتش، لان المؤشرات ما كتساعدش بانه راه بركان. دونك عرفناه ماشي بركان، هذا كاين منتشر بزاف في المغرب ولا في العالم، واحد الوقت في سميمو مشيت ليه، لان سميمو فيه داك الشيش بيتيمينو داك الحجر ديال شاد البترول، مره كتشعل فيه العافيه شويه وداك الشيء. الوغ هذا الفيديو هذا داروه مع هاد واحد مجموعه ديال الفيديوهات كيجيوني وديال الاوديوات بان هاد البلاصه هذه ديك العافيه شاعله، راه هنا فين طاح هذا النيزك ديال تمانار ديال ايدا وكزو، اذا تزامنا مع هذاك سميتو، اذا ما ماشي شي حاجه صحيحه، خطا
هذاك العافيه ما كتخليش هي العافيه بحال هكاك، ما كديرش تقيبات صغيورين هكاك، والعافيه هذاك غير الغاز شاعله فيه العافيه. حاجه ثانيه الاتصالات اللي جاوني فيهم بزاف هما تزامن مع واحد دخات ديال الشهوب، لان كتعرفوا كاينه واحد المراحل الارض كدوز كدور حول الشمس وكدوز على واحد البلاصه داز فيها واحد مذنب تيخلي داك الغبار ديالو وكيطلق داك الشهوب، داك الغبار فاش كدوز الارض على كيدخلوا الغلاف الجوي وكيعطينا الشهود. شهوب بين 12 و14 عندنا الشهوب ديال لي جيمينيد ديال الجوزاء، كيبانوا لنا جايين بحال جايين من الجوزاء من كونستيلاسيون الجوزاء. نهار 13 كاين 80 ديال الشهوب في الساعه كيدوزوا وتزامنوا مع داك الناس اللي كيشوفوا الاذاعات الخارجيه، لان التلفازه المغربيه ما واكبتش هاد الدخات هذه. الناس اللي كانوا كيتفرجوا في فرنسا ولا في امريكا عيطوا لي قالوا لي راه في 13 هذاك الليله نيت راه كاينين بزاف الشهوب، واش الشهوب هذوك اللي طاحوا في تمنال؟ ماشي شهوب، لان الشهوب كما قلت لكم غير غبار كيدخل الغلاف الجوي، واذا رديتوا البال واحد الوقت كيطفى، ما عندوش الطاقه ولا ما عندوش الاسيدو ماتيريو باش يوصل للارض. هادو لا، هادو كره ناريه كانت غتكون بوليد كاع، لان الناس مجموعه ديال الناس كثيره تيقول لي بحال الشمس شعلات نهار ولا. اذا كره ناريه كبيره بيضاء دونك تقدر تكون ديال الحديد، لان هو اللي كيعطينا داك اللمعان بيض بحال هكا، دونك غيقدر يكون نازك. اذا لا لي جيمينيد، هذوك لي جيمينيد كنعرفوهم بين 12 و14 وكيكونوا كثيرين في 13 تزامنوا سبحان الله في الوقت هذاك، ولا داك اللي قالوا بركان ديك العافيه ما تابعاش لهذا السقوط ديال هذا النيزك. الوغ الحمد لله في اكادير حنا طاح في 60 كيلومتر قريب لينا، اذا صيفطنا الطلبه جوج طلبه وصيفطنا معاهم مع علي اللي كيعرف التيران وداك الشيء باش يبحثوا تما على النيازك. انا الحاجه اللي كنوصي بها الاخوان سي ان باتريمون، سي تراث وطني موروث جيولوجي مهم، وحنا خدامين باش نصوبوا متحف هنا ان شاء الله، اما يكون وطني ولا يكون جهوي بحال غير. هو اللي لقى شي نيزك ولا شي حاجه يجي عندنا لمدينه الابتكار. احنا حالين دابا في مدينه ابتكار سبع ايام على سبع ايام، عيطوا لنا كنجيو كنشوفوا معاهم، لان مهم اذا لقينا باش نعطيو السميه ديال ديك المنطقه اللي تلقى، اما في ايدا وكزو تيقلبوا الناس دابا في ايدا وكزو بزاف. كنطلب منهم اللي لقى يجي لمدينه ابتكار عيط لنا في التليفون ديال مدينه ابتكار ولا ديال المتحف باش نشوفوا معاه، لانه كما قلنا موروث وطني ونعطيو قيمه، نعطيو السميه عنده قيمه، وهو ديك الساعه غيشوف غيبقى ديالو غيشوف غنقولوا لي اش من نوع، دونك غادي يعرف الثمن ديالو اذا بغى يبيعو وغادي يعرف القيمه ديالو. كانوا تيكلوا على المعادن ياك، كيذوبوا على الحجر وكياخذوا منه، هذا هو فوق الخدمه كياخذوا منه المواد